في شغلة لازم تفهميها منيح. ما في فايدة من هربك. أنا حل مشاكلك. أنت مكتوبة إلي. ترك إيدي يا مجنون وبعد عني. لا تخليني أعمل شيء أندم عليه. بدك تتعودي علي. أنت مكتوبة إلي. برهان، أنا طول الليل عم شوف الموت لأهرب منك. تركني. فهم بقى، أنا ما بدي إياك يا أخي، ما بدي إياك. شو الشغلة بالزور يعني؟ شغل عقلك منيح. لا تروح حالك وتروحني. ما فيك تحلها غير بالسكين، وآخرتها يعني رح تصير مجرم، تدخل على السجن. شو بصير وقتها؟ بينطفي شبابك وبضيع. معناتها لا تخلي يصير هالشي. امشي قدامي لقدام شوي، في ضيعة ومنبقى هنيك. هدول مرقوا من هون. يلا نمشي. هذاك البيت فاضي، رح نبقى هنيك. Don't come back no more. Oh.
لك اوف اوف عم يغني بحرقه يا اخي. يا عمى حسن ولك انت من ليلة تطلع طلي اه بدك تروح بدوني يا واطي. لك انت كيف قطعت جنبي؟ بعدين شو اللعبة اللي عم تلعب علي؟ ليك شوف ايوه هذا انت عم تشتغل هون كمان؟ يا لطيف بشرفي فرحت لي قلبي. هي بطاقتك اخي حسن. بني قديش حقها هي؟ استنى استنى مصاري شو؟ وقف تفضل. شو تفاجأت اخي عمر؟ يا محتالين ولك انتو بدكن تبكوني هلا. ايه ليك ما رايحين. الله يجعل خير. ايه يا اخي امين. امين. Change in my heart, keep me set apart from all the plans they do pursue. And I don't mind the pain, don't mind the driving rain. يلا لا بقى تزعلي هيك كل شي مدروس خطوة بخطوة. عمر قبل بيومين ما كان طايقك، فكري منيح باللي صار. هلأ نص البيت إلك، وقال الرجال بس إجا الولد منسميه سوا، وقال بس تقطع الأربعين بيجي وبياخدك. شو بدك أكتر من هيك؟ بالحيلة والكذب؟ بالإجبار؟ إيه انت نزلتي على ضرة. شغلة الضرة صعبة كتير، فكرتيها سهلة بدك تصبري. قديش تعذبنا لشلنا هالشيطاني من قدامنا. ليكي هلأ شاله من راسه. ليش؟ لأنه فكر إنه البنت وقعت بحب واحد تاني. قصة وانتهت. هلأ ما في حدا قدامك، لهيك بدك تضلي قوية. هالوقت إذا بتتركي الشغلة ما بقى تحسن تلميها. شو رح يعمل برهان بجواهر؟ إذا أذاها بيرجع الأذى علينا، بتعرفي ما هيك؟ ليش بيعملها؟ الولد وقعان بحبها. يلا يلا كلي صحنك وارتاحي، هلأ بنعمل شاي وبنتفرج على التلفزيون. يا الله وين الممرضات؟ أنا ما عم بتحمل يا سرحتات، رح موت. لسه هلأ عطوك الدواء يا مريم، اصبري شوي بده وقت لياخد مفعوله. لا صاير شي، أنا ما رح أتحسن. لسه ما صار لي غير يوم. لازم دبر لك شوربة. هلأ رح نروح أنا وأنت ندق باب ونطلب مساعدة. ليكي عم قلك من هلأ، إذا بتعملي مشكلة بفرمك أنت واللي رح يفتح الباب وأهل البيت. يلا أمي رح تتجمدي من البرد. يلا أمي تعالي، يلا يلا تعالي يلا. أيوة
يلا خاطركم. منيح الله معك. نحن كنا عم نسكر شوي وبيجينا الخبر رجالنا رح يلاقوها لجواهر. بالله؟ ايه بالله عن جد. اغا شو صار؟ وين هي؟ استنوا شوي رح نحكي لكم. هاتوا اكل جيبوا عرق. شو بدنا نحكي لكم هيك عنا شايف؟ تسمح لي اقعد اغا؟ ها اذا بتصير اكابر بسمح لك. حكينا اغا هي مع برهان ما هيك؟ بنتي وين اللي طلبتون؟ جيبوا لي كاسة لي كمان. في مانع اغا؟ رضوان مو ناقص الا تاخذ اذن وتروح الحمام، شو ما بدك اعمله له؟